صباح الخير واهلا وسهلا بيكم، ولسه مكملين فقراتنا معاكم. لكن في البدايه احب اشكر زملائي فريق عمل التقرير، الاستاذ عمار ياسر، الاستاذه سمر عبد العظيم، وكمان احب ارحب بزميلتي ياسمين. صباح الخير ياسمين. صباح القمر، صباح الجمال يا داليا. صباح الجمال، والجمال موضوع حلقتنا النهارده طبعا. طيب يا ترى بتشوفي الجمال في ايه ياسمين؟ بصي، الجمال في كل حاجه، بس طبعا في الشعر. يعني لون شعر جديد بقى كده، تسريحه جديده، حاجات كتيره بتبقى يعني ليها علاقه بالشعر احسن من اي حاجه تانية. ده احنا بنطلع فيها همومنا بقى حقيقي. والشعر طبعا ده جزء خارجي من الجمال، لكن جزء مهم. وعلشان نلبي رغبه ياسمين ورغبه كتير من الساده المشاهدين، النهارده معانا ومعاكم الاستاذه هبه مهدي، متخصصه علاج وفرد الشعر بالبروتين والبوتكس والفيلر. اهلا بيك يا هبه. اهلا بيك يا داليا. اهلا بيك يا ياسمين. اهلا بيك. قولي لنا يا هبه، بداتي المجال ده ازاي؟ والله هو جيب بالصدفه البحته جدا، ما كانش في دماغي خالص. ليا صديقه كوافيره، كنت بروح عندها عادي كتير، بعمل شعري، بعمل حاجات كده في الكوافير. حصل لها موقف وظروف كده طارئه للناس اللي بتساعدها، فاضطرت تلجأ لي. فقمت وحاولت بقى ان انا اساعدها وكده، وفهمتني شويه حاجات. وبعد ما عدينا الموقف ده حبيت الموضوع جدا، وقلت لا، ده انا لازم اعرف كل تكنيك بقى، وكل تفاصيل البروتين والبوتوكس، وايه المواد اللي هي بتستعملها دي، وايه بتفرد ازاي، وبتعمل كل حاجه ازاي يعني. فقررت ان انا اخد كورسات واتدرب بقى على ايد متخصصين ومدربين وناس خبراء يعني وكده. والحمد لله قدرت اتعلم كويس، وقدرت دلوقتي انا كمان بدي كورسات بقى دلوقتي يعني، واعلم اي حد عايز يعرف اي معلومه بقيت اقولها له. طيب حلو جدا. احنا قبل الهوا يا جماعه هبه قالت لي انها محضره لنا مفاجات، يا ترى جه وقتها دلوقتي؟ اوكي. اول مفاجاه، عاملين قررنا بمناسبه السنه الجديده عرض لكل متابعين برنامج استراحه، ان نعمل لهم خصم 50% على ثمن اي جلسه من البروتين او البوتوكس، واول اثنين متصلين، واثنين متصلين هديه للاطفال، خصم 50% على اي جلسه ترميم ليهم. وكمان ما ننساش يعني برضو المفاجاه الثانيه اللي هي الخصم 50% للناس اللي عايز تدخل الكورس. ما ننساش الحته دي. مفاجاه الكورس، اي حد نفسه يتعلم خطوات وتطبيق وفن البروتين وكل حاجه تخص علاج الشعر، ان شاء الله في خصم 50% للمتدربين. جميل. يعني احنا دلوقتي معانا جلستين بروتين، خصم 50% على جلسات البروتين او البوتوكس لاول اثنين متصلين. بالظبط كده. تمام. وتاني اثنين متصلين، وتاني اثنين للاطفال، هديه للاطفال، ترميم، جلسات ترميم للاطفال. بالظبط. خصم برده 50%. بالظبط. جميل. اوكي، عايزين نعرف بقى يعني ايه اصلا بوتوكس وفيلر، يعني ايه؟ مش ده كان الوش، انتوا طلعتوها على الشعر ازاي؟ قبل ما ناخد بس الاجابه يا هبه، معانا مريم. الو. عليكم السلام. انا عندي جمال الخارجي. انت يعني بتشجعي الجمال الخارجي؟ طب ممكن استاذن حضرتك بس توطي التلفزيون؟ طيب الخط قطع، حاولي معانا تاني ان شاء الله. اتفضلي. كنت بتقولي البوتوكس والبروتين. ايوه، هما فعلا كانوا للبشره، هو اصلا مضمونهم ومعناهم ان هما ماده مغذيه، بس على يعني كانوا بيعملوها للوش وكده وللجلد على هيئه حقن. دلوقتي هما عملوها على هيئه كريمات، مواد كريمي، وبتدهن للشعر، وبتبقى ماسكات مغذيه للشعر، وبتعالج الشعر وبتغذيه زي ما بتعالج الجلد بالظبط والبشره، نفس الفكره. جميل. طب قولي لنا هبه، ايه الفوائد البوتوكس؟ فوائد البوتوكس كتير قوي. اول حاجه منها ان هو بيعالج الشعر المتدمر، يعني اي حد كان مدمر شعره من الصبغه والاكسجين والفرد الرديء اللي بره، فيه اي حد عمل انواع من انواع الفرد القديمه بقى اللي احنا كلنا عارفينها دي ده بقى بيعالجه، البوتوكس بيعالجه. بيضيع بقى التقطيع، في تقطيم وتقطيع بيبقى في الشعر، وفي تقصيف، وفي هيشان، وفي حاجات كتير قوي بتبقى متدمره، فهو بيعالج كل ده، وبيزود الشعر بقى بفيتامين اي وفيتامين بي، وفي مكونات كتير قوي طبيعيه، كلها منتجات، كلها
مستحضرات طبيه كلها طبيه وطبيعيه. الو الو اهلا يا نورهان، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انا شعري عمال يسقط. شعرك ايه؟ خفيف وبيسقط. خفيف وبيسقط، ازاي تعالجيه؟ طيب هنسمع. اوكي خليكي معانا، هنرد عليكي دلوقتي يا نورهان. مسؤولين الاول عن المفاجاه. نعم لو سمحتي كلمه. اتفضلي. هي قالت التواصل معانا 55%. ايوه ايوه ايوه، انت حضرتك هترجعي الكنترول هياخد بياناتك، وان شاء الله الاستاذه هبه لما تخلص الحلقه هتكلمك على طول. مبروك، انت كسبتي معانا 50% خصم على جلسه بروتين. كده فاضل معانا ثلاثه مفاجآت. ثلاثه مبروك. اوكي طيب، انا عملت بروتين خلاص يا هبه. تمام. اوكي، ازاي احافظ على شعري مدة أطول في للبروتين، أفضل محافظة عليه، ولا هو ليه مدة وهيخلص أصلا؟ لا مش بيخلص، من مش بيخلص الشعر. طول ما أنت ماشية على التعليمات مظبوط. اللي هي إيه التعليمات بقى؟ التعليمات اللي أي متخصصة هتقولها لك، اللي هي لازم تستخدمي مجموعة عناية مخصوصة للبروتين. بعد البروتين لازم تبقى خالية من الصوديوم، فري صوديوم وفري سلفات، اللي هو شامبو بلسم وحمام كريم وسيرم. أهم حاجة كمان من التعليمات دي، ما تدهنيش ولا زيوت ولا كريمات، ممنوع. كل المواد دي بتضيع مادة البوتوكس أو البروتين من الشعرية، بتضيعها خالص. تاني حاجة، في تعليمات مهمة، لازم قبل ما تنزلي أي بسين أو بحر لازم برضو تدهني حاجات معينة قبل ما تنزلي. حاجة تغلف الشعرية بحيث حاجة بالظبط تعمل عازل، تعمل عازل ما بين مية البسين أو البحر مع البروتين. بالظبط مش كده؟ تمام. قولي لي بقى، هو في فرق أصلا بين البروتين والفيلر، ولا هما الاتنين حاجة واحدة؟ لا في فرق طبعا. يعني أنت بتخصصي مثلا نوع الشعر ده، لا ده نعمل له كده، لا ده نعمل له كده. طبعا كل فتلة شعر وكل نوع شعر وكل مشكله ليها علاجها وليها الماده اللي هي تدهن بيها. يعني البروتين دي فتله، والبوتوكس ليه نوع وكده. الفيلر الفرق بينه وبين البروتين، البروتين لازم يتعرض لدرجه حراره عاليه، لازم يتعمل ببيبي ليس درجه حرارتها عاليه علشان يقدر يدي النتيجه الكويسه ويدي الفرد. لكن الفيلر ده بيتعمل دايما للاطفال، بيتعمل لحد شعره ناعم شويه، عايز يغذيه اكتر، لانه مش بيتعمل بدرجه حراره عاليه، ده بيبقى على البارد. طب هو بمناسبه التلف بس، يعني احنا معانا صور يعني الحالات بتاعتك يا هبه، عايزين بس تشرحي لنا الحالات دي كانت ايه. يا ريت يا جماعه ننزل الصور. قولي لي كده، دي كانت ايه الحاله؟ دي واضح ان هي كانت صبغه، كان متعرض لصبغه عاليه قوي، اللي هو تفتيح عالي واكسجين وبودره الاكسجين. طبعا. بتبقى نسبتها عاليه جدا، الخصل الصفراء قوي دي. أيوة. فكان في خصل من جوه كمان مقطعه، يعني الخصل الصفراء دي كمان كانت مقطعه. فطبعا لازم يتحط لها نسبه بوتوكس كويسه جدا. هو ايوه الصوره دي كمان، دي الطفل، هو ده الترميم اللي انا كنت بكلمك عليه يا ياسمين. ده بوتوكس بس. ده بوتوكس لا فيلر ونسبه بوتوكس صغير، لان مش في كل الاطفال بستخدم بوتوكس. ده كان فيلر، وده برضو بص كان مهلوك جدا من الصبغه، لان الاكسجين ده يا جماعه ما تعرفوش قد ايه اضراره، يعني بيدمر. اللي بيعمل بوتوكس ده مش بيبقى محتاج نسبه فرد 100%. مش كده؟ هو نسبه علاجه اقوى بكتير، وده برضو بوتوكس ودي الصبغات. طيب الصبغات دي قلنا يعني اللي بيبقى محتاج صبغه وبروتين لازم بيختار نوع لون الصبغه الاول. الاول تحددي لون الصبغه، وبعد كده ده برضو كان علاج، كان برضو متدمر واتعمل بوتوكس بس. دي نسبه فرد البوتوكس. البوتوكس ده بيديه للشعر غذاء الاول، غزة يعني طبعًا. انا باهل الشعر ان انا ممكن اعمله بعد كده بروتين. بالظبط، بحاول. بصي مثلا الصوره دي، استني هجيب قبل، انا عايزه الصوره قبل. ايوه بصي قبل كان متقطع. أيوة. عامله نوع فرد رديء جدا، وقطع. أيوة. لها شعرها من جوه. بعديها بقى الصوره اللي جت اتعالج، وبقى لازم طبعا مش في جلسه واحده، لازم طبعا على كذا جلسه، على كذا جلسه. علشان نقدر نوصل للنتيجة. اهم حاجه مش هدفنا كل حاجه، الناس هدفهم الفرد بس. لا، يعني انا هدفي دايما ومبدئي العلاج الاول
جلسة ورا جلسة لغاية ما الشعراية تتأهل ان تقدر تتعرض لدرجة حرارة عالية، اقدر بقى افكر في الفرد. ما ينفعش اعمل اول حاجة على طول الفرد. انا خدت بالي من الصور ان الروتين او الفيلر ما بيفتحش درجة، ان انا في حاجه معينه كان بيعملوها كان بلاقي شعرها تفتح درجات بالزبط. عن الطبيعي ده بيبقى ده عن ايه؟ دي نسبه الاحماض بتاعته عاليه جدا، ونسبه ال في فورمالين كمان بتبقى عاليه جدا. الو عليكم السلام. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ممكن شعري كبير جدا، يعني هو ناعم بس في موجه كده. ناعم بس في موجه، تمام. حضرتك كده كسبتي معانا خصم 50% على جلسه بروتين او بوتوكس زي ما انت تحبي يعني. ماشي اوكي. حضرتك هترجعي الكنترول، هياخد بياناتك، والاستاذه هبه هتتابعك بعد الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك. شكرا ليك. مبروك. ايه على موضوعنا بقى؟ قطعتنا. شفت بتقطعنا ازاي؟ بتقطع حبل افكاري. كنت بتقولي ايه؟ كنت بقول لك بيفتح درجتين عن الطبيعي. ففعلا الماده دي تعرفي ان هي ماده اسمها حاميه، هي ماده الاحماض فيها عاليه جدا، فبتتفاعل مع الشعرايه وبتتفاعل مع الوان الصبغه، فبتغير اللون خالص. لكن كل التقنيات الحديثه دلوقتي والمواد اللي نازله حديثه الحمد لله بقت مش بتغير الالوان خالص، وبتخلي درجه الشعر طبيعيه زي ما هي، ولا بتحول الصبغه ولا اي حاجه. زمان كان بيحول الصبغه بيخليها اورنج، اللي هو بيبقى اللون نحاسي كده واورنج، بتبقى شكلها صعب جدا، بيضطروا ان هم يروحوا يصبغوا تاني فيهلكوا شعرهم تاني. لكن دلوقتي الحمد لله لكن دلوقتي الحاجات الحديثه الحمد لله ربنا يخلينا البرازيل وكل حاجه. الحقيقه هبه الوقت معاكي بيمر بسرعه، واحنا استفدنا جدا، وسادة المشاهدين اكيد استفادوا، هم كمان مستمتعين باللقاء بتاعك. للاسف فقرتنا خلصت، لكن لسه الفقره الجايه عندنا نوع مختلف من الجمال، وهو جمال الصوت، ومع المطرب الصاعد الاستاذ المطرب محمد ماهر. واستنونا لكن بعد الفاصل.